تم استدعاء المجني عليه السيد صابر. اقسم بالله تبلاو عليا سيد القاضي، والله بيري ما عرفتش تسكر فمك كي نسلك جاوب. واضح؟ حاضر سيد القاضي سمعني، نجم تقولنا علاش قتلت مرتك؟ سيد القاضي روحت مرة للدار، ما نكذبش عليك سيد القاضي، لقاها عاملة ماسك في وجهها ترجع، جيت نشوف لقاها معناتها حليب فستق بندق لوز بفريو شي حماص في وسط وجهها سيد القاضي. ومن بعد واني بعد ما نروح معناتها نهار كامل تعب وخدمة نروح للدار باش ناكل حاجة، نقام طيبت لي مقارونة كذابة. علاش بعد 30 سنة باش قتلت؟ علاش مش من العام الأول الثاني؟ بخل أكثر الأقل سي القلب، كل يوم نقول غدوة وهاكا ربي ساهل صغير بعد 30 سنة. برا